هي الدنيا لما بتجيب لنا كده أزمات ومصايب بنعرف نحس بحلاوتها، ولا بنشتمها ونكون متشككين هي الحياة دي صعوبات ونكد بس، ولا فعلا فيها حاجات حلوة؟ دي أفكار مش فلسفية وعميقة نقراها عند الفلاسفة الكبار جوه وبرا، لا دي أفكار ممكن تطرح في مسلسل الناس كلها تشوفه، تبقى يعني في ممثلة موهوبة جدا تقدمها من غير ما تنكد على الناس. مش عارفة هند صبري كانت فاهمة ومدركة انه اللي بتعمله او اللي هتعمله في رمضان كان مش هيبقى مجرد مسلسل، كان هيبقى حالة محترمة جدا ناس كتيرة كده تتطلع لها وتقارن وتقاوح وتحاول وتحس ان المسلسل ده اداها نموذج وسكينة وتجربة مختلفة ومهمة تضيف لهم. مش متأكدة اذا كانت، او مش عارفة الموهوبة هند صبري كانت شايفة الدور الإنساني اللي بتلعبه، ولا كانت بس شايفة الدور الدرامي اللي هي عملته باقتدار وأداء ونصاحة وذكاء خلاها تخرج من فخ كبير جدا انه يبقى مسلسل كئيب وحزيني ومحدش يتفرج عليه أصلا. قدرت تميز الشعرة الكبيرة وتفهم مضمون وجوهر المسلسل بذكاء ورشاقة زي رشاقتها بالظبط. أنا النهاردة هقدم نجمة مش بس عشان دور عملته، إنما عشان فكرة عميقة ورائعة قدمتها وخدمت وساعدت وأسعدت ناس كتيرة اتفرجت عليها. هند صبري. الله تجنن. عجبتك؟ هي حلوة بس أنت اللي تجنن. أمينة أنا عايزك تعدي بكرة عليا في العيادة ضروري. تحاليل فيها إيه يا أنكل؟ أنكل عادل؟ هتوحشك رخامتي؟ هتوحشني انت يا سخي. ايه؟ ايه ولا حاجة. ايه في ايه؟ هوحشك؟ يمين ولا شمال؟ يمين. مبروك يا أمينة. خفيتي. ايوه كده يا نور عيني. اضحكي. الدنيا بتنور لما تضحكي انت واحدة. أحبك يا سليم. مش مصدقة انا واقفة قدامك بقول لك الكلام ده دلوقتي، وبقولها لك اهو من غير ما خطط. رجعتني ازاي؟ انا باخد الادوية انا باكل كويس جدا وباخد بالي من صحتي وبلعب رياضة. لو النبي ليسين دخل التواليت ولا جاله تليفون دقيقتين كده وهترجعي تنشغلي معاه تاني. ايوه بطلي شغل الحماوات ده يا سارة. حماوات؟ طب واحدة بتلطف مع حسن والتانية بتعطف مع سليم، وانتي بقى يا صغيرة على الحب من ساعة ما جيتي كده لوك 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 مع مين؟ ها؟ مين؟ واخد السم الهاري في جسمي تاني؟ واتعزل في اربع حيطان تاني؟ عشان اخف وبعد شهرين يقولولي عندك كانسر تاني؟ ده عادي؟ بس اللي متأكدة منه إن وسط كل الوجع لسه الحاجات اللي بنحبها بتقدر تخلينا نفرح، لسه حلاوة الدنيا بتضيع طعم المرار.